أدونيس كان شاباً شديد الوسامة، مثله مثل نرجس الذي وقع في حب صورته المنعكسة على سطح الماء الصافي. إن قصة أدونيس تعتبر أحد أشهر قصص الميثولوجيا الإغريقية، وقد جمعت بين الحب، الغيرة والموت أيضاً. تبدأ قصة أدونيس عند جده الملك سينياس، الذي تباهى أن ابنته سميرنا هي أكثر جمالاً من ربة الجمال أفروديت. عندما علمت أفروديت ذلك، طلبت من إيروس رب الحب أن يرمي سميرنا بسهام الحب خاصته، ليجعلها تقع في حب والدها الملك سينياس. تملكت سميرنا رغبة لم تستطع التغلب عليها، ووقعت في فخ شائك، لأن مسائل الحب تلك كانت تعارض قوانين الحضارة الإنسانية، مما دفع سميرنا لاتهام قوانين الحضارة الإنسانية بالحقدة. يقال أن سبب الآراء المختلفة أمام مسائل الحب تلك في الإغريق القديمة هو وجود ثلاث صور لأفروديت، أطلق على أولها اسم أورانيا أي السماوية، وكان أيقونة الحب النظيف الخالي من الشهوة الجسدية، والثاني أطلق عليه بانديموس أي العام، كان أيقونة الاتصال الجسدي في حدود قوانين الحضارة الإنسانية. أما الثالث فأطلق عليه أبوستروفيا أي الرفض، وقد كان أيقونة الحب المحرم الذي يجب على البشري أن يرفض هذا النوع من المشاعر. حاولت سميرنا أن تقتل نفسها أكثر من مرة لتجنب أن تكون عشيقة لوالدها، وفي المرة الأخيرة اكتشفت إحدى خدمها محاولة انتحارها التي أخبرت سميرنا أن بإمكانها المساعدة. عندما كانت والدة سميرنا مشغولة مع بعض النسوة في الاحتفال السنوي لديمتر ربة الحصاد، لاحظت الخادمة أن الملك سينياس مخمور بالكامل، فهمست في أذنه أنها تعرف أكثر الفتيات صدقا في حبها له، وأدخلت سميرنا لسرير والدها. تكرر المشهد لعدة ليال حتى تملك الملك سينياس الشغف لمعرفة هوية الفتاة المجهولة. وعندما علم الملك سينياس أنه قد تم خداعه من قبل ابنته، طارده بالسيف، لكنه كان قد تجاوزها. وهنا صلت سميرنا للآلهة بعد أن تجولت في العديد من البلدان وهي تحمل في أحشائها طفلها من أبيها، وقد طلبت من الآلهة أن ترفض من كل من الحياة والموت. وعندها أشفقت الآلهة على سميرنا وحولتها إلى شجرة، وفي الوقت المناسب تصدعت الشجرة وولد أدونيس. كان الطفل أدونيس رائعا بحد يفوق الوصف، ولأنه لم يكن هناك من يعتني به، فقررت أفروديت ربة الجمال الاعتناء به. كانت أفروديت مهووسة جدا بالطفل الذي جعلها تهمل واجباتها كربة، ولإصلاح ما فعلته قامت بإرسال الطفل أدونيس إلى العالم السفلي لتعتني به بيرسيفوني ملكة العالم السفلي. وقعت بيرسيفوني هي الأخرى في حب الطفل أدونيس، وحتى أنها رفضت التخلي عنه عندما جاءت أفروديت مرة أخرى لتأخذه. وهنا تدخل زيوس لمنع أي صراع قد يحدث بين الربات بيرسيفوني وأفروديت، وقد حكم أن يقضي الطفل 4 أشهر كل عام مع أفروديت، وأربعة مع بيرسيفوني، وأربعة بمفرده، ليتعلم كيفية الاعتماد على نفسه. نشأ أدونيس في رعاية بيرسيفوني وأفروديت اللذان كانا بمثابة والدتيه، حتى أصبح شابا يافعا. وفي أثناء 4 أشهر التي كان مقررا أن يقضيها مع أفروديت، كان عليها القيام ببعض الأعمال، لذا تحتم عليها الغياب لبعض الوقت. قبل أن تغيب أفروديت أخبرته ألا يتعمق كثيرا في الغابة، وأن عليه الاحتراس من أي وحش لم يهرب منه. ومع ذلك كان قلب الشاب أدونيس جريئا وتجاهل تحذيرات أفروديت حتى اختفى في وسط الغابة. وهناك واجهه خنزير بري وقام بالهجوم على أدونيس، وقد اخترق الخنزير الشاب بأسنانه.
ويقال أن ذلك الخنزير لم يكن خنزيرا عاديا، بل كان الإله أريس نفسه رب الحرب الذي تنكر في صورة خنزير ليتخلص من أدونيس الذي صرف انتباه أفروديت عنه. بعد سماع صرخات الشاب أدونيس، قامت أفروديت بالتوجه مباشرة للغابة، ووجدت أدونيس يلفظ أنفاسه الأخيرة، فركعت بجانبه ورشت رحيقها على الجرح لتخفف من آلامه. ويقال أن رحيق أفروديت قد حول قطرات دم أدونيس إلى شقائق النعمان الحمراء الجميلة، وهي طويفة مرجانية سداسية الشكل. أما عن بقية دمه فقد تدفق ليصبح نهر أدونيس، والذي يعرف اليوم بنهر إبراهيم في الساحل اللبناني. بعد وفاة أدونيس انتقلت روحه للعالم السفلي الذي استقبلته بيرسيفوني بحرارة، وكانت بيرسيفوني بمثابة أمه الثانية. وهنا تبعته أفروديت للعالم السفلي أيضا، وقد توسلت لزيوس أن يعيد ابنها بالتبني أدونيس مرة أخرى لعالم الأحياء، الأمر الذي رفضته بيرسيفوني. لذلك تدخل زيوس للمرة الثانية وقام بالفصل بين أفروديت وبيرسيفوني، وقرر أن يعيش أدونيس 6 أشهر مع أفروديت في عالم الأحياء، و6 أخرى في عالم الأموات مع بيرسيفوني.